مين بده يبلش؟ فيني اسال سؤال؟ هلا تذكرت وانت عم تحكي، بس انا بحب والله العظيم شفت المنامي يمكن يومين او ثلاث ايام، شفت المنامي انه شيء صار شيء يعني غلط، مدري شو هيك نسيان انا بالضبط، انه حلفت كون مثل الادو خليك ايه او هيك، لا تكون مثل الادو ماشي بالشارع انا صار مشكله كذا انا مثل الادو اقسم بالله حقتني انت يا رجل. الله اول شيء معلش بدي لك شغله ناجي، انت ملاحظ انه اي غلط بصير مع الشله اللي وراي لا تكوني مثل دقدو، حاسس حالي يعني بالمره عن جد تحسسني يعني عن جد بدي اجي اغني، والله انا ما عم بعمل شيء عم يعني عم ببسط وانا عم غني عم ببسط دقدو وانا عم غني ما بعرف، لا تكون مثل دقدو، اياك تكوني مثل دقدو، يا حرام اكثر شغله دقدو فقاطني يا رجل حرام عليك دقدو، مش علي هلا فكري عم دقدو خلص على غيري عقدت يا جماعه انا رايح امشي مجاني بعد ما صار كده على غيري على غيري دقدو طب انا اقيم حالي شو طب اوكي بدي افهم شو معنات على غيرك فهمني اياها شو على غيري دقدو طنش اوكي قاعده قانون هذا عملته من زمان دقدو وصلنا على مرحلة في اشياء اذا الطالب ما بيفهمها لوحده ما بقى نفسر له اياها ما فهمت انا هي مشكلتك بتصير فهميني يعني شو بعدين بعدين بتفهمك اياها لازم مكسور نحن ابيض واسود وحيد نحن صرنا علي صار مفروض تقدر تفهم اشياء شوي لوحدك اكثر اللي ما عم حس بغلط انا عامله يعني ما عم اقول لك عامل غلط عم اقول لك عامل يعني على الستيج عم ببسط وعم والله مع كثير يعني كثير عم ببسط مع الفنان وعم حس حالي كثير مبسوط ولازم ابسط حالي مشان ابسط العالم اذا ما ببسط اول ما كنت ابسط حالي اعمل حالي عم بروس وانا مو مبسوط بعد ما عم يوصل الشعور بس هلا صرت انا فعلا صرت انا فعلا انبسط حياتك منها ستيج بس ممكن بلا طريقه بلا طعمه اوكي فبس انا بروس صرت يعني ابسط انا حالي بعدين ابسط العالم كثير منيح طيب شو الغلط اللي مثل هلا هو مرات بيكون بمزح مش دائما لا حبيبتي مسحه مرتين ثلاثه اربعه خمسه صاروا اكثر من 200 مره حلو اكثر من 200 مره دقدو دقدو الناس يلي بيقولوني اشياء ما بقولها ما بخبرك شو بصير فيهم ها ما تقولني اشياء ما قلتها اذا قلت ما تعمل مثل دقدو تذكر مزبوط ليش وين كيف قلتها استفيد منها انت اوكي طيب بلش هو عم بقيم حاله بدك تكمل دقدو ايه شو صرت تنبسط انت كثير وصار كل الناس يم لا نصيف فعلا وقت ما كنت عم غني مع نصيف لأنه ابن بلدي طبعا وكتير حسيته قريب مني ما بعرف ليش كنت بتلبك أول ما أجيت فلما اطلعت فيه كان عم يبتسم هو وقت ما قال لي بالمقطع الثاني اللي دوري ولا دورك فحسيت الأمر كتير بسيط يعني أنا عم أعطيه أهمية أكثر من اللازم فلما قال لي كلمة دوري ولا دورك قلت له دوري قلت أنه أنا كتير مرتاح بغنية سوريا طير الحرية الغنية الثانية تعلمت شغلة كتير ضرورية مهمة بالنسبة لي صوتي بخوف شوي كثرة التدريب على شيء معين بتروحه مثلا الكلمات حفظتهم مثل اسم بالله عدت شيء 4000 مرة ولا مرة غلبط وارجع عيدة ارجع عيدة ارجع عيدة ارجع عيدة وصلت قلت حالي بدي انسى في بدي انسى كتبت على شوي على ايدي وصبرك علي مهلك شوي لك من كلمتين صبرك علي مهلك شوي وحفظتهم بس من كتر ما عم فكر وقت ما طلعت لا بعالم ولا بنصيف ولا بحدا لازم ما غلبت قلت صبرك علي مهلك شوي بس نسيت البقايا بس فت بطريقة فطلية والله كيف بدي احكي والله ما تذكر اخر مرة كمل 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 قلت صبرك علي مهلك شوي المقطع الثاني الجيم الثاني نسيته فعملت طريقة انه ما عملت هيك مهلك علي مهلك شوي هي رح يوقف قلبي يوقع بين دي لا ما كنت عم تغني هيك بينها لا لا كمل اوكي خلص اوكي بس بس اوكي حدا عنده نصيحة يعطيها لدقدو حدا عنده كومنت على البرفورمنس تبع دقدو بدي يومين تعطيني نصيحة